أمي كانت دائما تحكي لي إنه الزلمة ما عليه أمان، شكله صح. أنا اكتشفت إنه أيهم بخوني، أو بمعنى أدق بحن لحياة أيام العزوبية. أنا فعلا مش فاهمة إذا كان بده يرجع علاقاته القديمة ليه يتزوجني. بعدين الرجال بناقضوا حالهم، بيسمح لنفسه إنه يعمل علاقات برا البيت وما بيقبلها من مرته أبدا. جد إشي غريب. ألو دين، أنا شوفي بصراحة هسه الصوت النعوم هذا الحلو مش غريب علي. واي انت بتعرفي عني كل اشي. طب ما حكيتي لي مين معي؟ وال بتمزحي، هاي انتي؟ طب من وين جبتي رقمي؟ لساتك زعلة زي ما كنتي؟ طب اسمعي، بتقدري 10 دقايق وتحكي معي؟ اوكي تمام. اوكي باي. مع مين عم تحكي؟ شاب معي بالشغل بيسألني عن شغلي. مش انت كنت بدك تطلعي؟ بطل بدي اطلع، هيني قاعدة. اليو؟ اهلين. لا مش موجود. ليش بدك تعرفي بيت مين هاد؟ حبيبي ترتاحي، نحن مستشفى أمراض العقلية. معاكسات وقلة أدب، ناس فاضية. أنا احتمال أطلع كمان نص ساعة. وين حبيبي؟ والله احتمال يعني أروح على الشركة، في بدي أقابل زبون عنا. الله يعطيك عاد نيتك. اليوم جارتنا تخانقت مع جوزها مخانقة كتير كبيرة. ليش خير؟ اكتشفت إنه جوزها بيخونها. أعوذ بالله من هالإسلام، وقاحة وقلة أدب. اخس اخس. علي أهلي، مين معي؟ تفضلي. مين؟ أنا رح أطلع فوق أتركك تحكي براحتك، وإذا بدك إياني أتأخر فوق برضو أنا بتأخر فوق، أو إذا بدك أترك البيت شوي عشان تاخد راحتك وما تحس إنه أنا شوي ضغطة عليك، ما عنديش معنى. بس أنا بحياتي ما تخيلتك ممكن تعمل في هيك موقف. أغلب الرجال إلهم علاقات مع بنات قبل الزواج، مفروض بعد الزواج الملف هاد يتسكر، لأنه الزوج مفروض يكون صفحة جديدة، صفحة بتتعامل مع الحاضر والمستقبل، ما فيهاش في الماضي. أي زلمة منا بيدفن الماضي تبعه قبل ما يتزوج، سواء كان الماضي هاد حلو أو مر، بس مرات بيظهر الماضي بحياتنا مرة ثانية. الإنسان العاقل هو اللي بيبعد عنه. ألو؟ أهلاً. أنا مين بيحكي؟ لا مش عارف. لو سمحتي أنا مش فاضي للحزازير هسا، مين بيحكي؟ طبعاً إذنك أنا هسا مشغول. ما مين عم تحكي؟ مش عارف، واحدة مش متذكرها بتحكي حكي غريب. بشكلها بتعرفك منيح عشان قلت لها لا ما بتذكر. ما شاء الله على أذانك حبيبتي، شو أنت بتسمعي من 1000 كيلو؟ طبعاً عشان أكشف خيانتك. احكي بسرعة، مين هاي؟ كيف عرفتها؟ ليش؟ حبيبتي اهدي اهدي، ايش مالك؟ ما انت شفتي انه ما حكيتش معها غير كلمتين. ما شاء الله عليك بريء، بس تحكي هيك قدامي تخوني ايهم؟ ما صلناش كم من شهر مع بعض، كيف توصلنا سنين؟ شو بدك تعمل؟ حبيبتي مالك، بايش احلف لك انه مستحيل اخونك؟ طب افهميني افهميني بس. تفضلي. ايش في ايهم؟ لو سمحتي ما ترجع تحكي على هذا الرقم، عشان هون بيت محترم وانت عم تحكي مع بني ادم متجوز. اوكي سوري مديرة ايهم سارة، متأسفين منك. لا 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 لا، الحكي مش إلك. لا 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 لا، اوكي خلاص انا هلا بحكي له. متأسفين، سوري سوري. منك لله بس يا مرتي، منك لله. انا ترى فصلي من الشغل راح يكون على ايدك. اهدى اهدى اهدى، عم تحكي لك ان هي كثير مبسوطة منك وبدها اياك تاخد اجازة طويلة. طب يا حرامك، يعني ليش ما خليتيني احكي معها؟ الو أهلين، تفضل. مين؟ ألو؟
انا انت مين؟ اوكي بس شوي لو سمحتي حبيبتي بس زي شوي بدي اعرف احكي. تدفشني عشان تحكي معاها؟ تفضل خلني براحتك. خلص تضربني وتمد ايدك علي عشان تحكي مع الست؟ كيف عيب عليك يا ايش؟ انا هحكي لابوي خليه يصفل معك وخلي السجورة يكون معك. الزوجة لازم تتعلم كيف تتعامل مع الخطر اللي بيقرب من بيتها بحكمة. الزلمة بيكره المشاكل، بيكره إحساس إنه محاصر، فإذا عندت الزوجة وأصرت إنها تصعد الموضوع رح يبعد أكثر. أرجوكي هيفا قربيني منك أكثر، ما تخليني أكره حياتنا مع بعض. أكيد بكون في عنده نقص بالبيت فعشان هيك بتصرف التصرفات، بس اللي ما عنده نقص يعني اللي في مثلاً بحب مرته ما بتصرف التصرف هذا رأيي أنا، لأنه يمكن لو بيغار على زوجته ما بتصرف من وراها تصرفات مثلا مش منيحة أو يعني عدم أخذ الزوجة من هي بالبيت وبالطبيخ وبالشغل بالبيت، يعني ما رح يكون عندها وقت لأشياء أخرى صح؟ بس الزوج ما في إلا الشغل بالمكتب بيروح فعندي وقت فاضي زيادة. الحقيقة الغيرة جزء منها يعود للشخصية الأصلية. إذا كانت هذه الزوجة وهي طفلة نشأت وعندها غيرة بتغار من أختها كتير، بتغار من صحباتها كتير، بتغار في المدرسة مثلاً، بتغار من أي بطبيعة غيورة، هذا الحقيقة بيكون كأنه تراكمي هذه الغيرة، هذه متأصلة فيها فبصير ممكن تغار. هذا الغيرة الحقيقة بدها شوية علاج، تيجي عندي على المركز شوية صغيرة بنخفف لها الغيرة. أحيانا الغيرة ولو ننتبه عليها الغيرة أحيانا تكون من عدم ثقة. طب حبيبتي أنت مش واثقة من نفسك، مش واثقة من جمالك، مش واثقة من شريك حياتك أنه مخلص، فلا إيش الغيرة. أما السبب الرئيسي إذا كان سلوك الرجل نفسه لما أحمل من مرة خاتمه ومنفتح جداً على الصحبات، فإذا بحق لها أحياناً تحس على أنه هو مش منضبط، مش منضبط يمكن السبب الغيرة والألم والحزن والقاهر لها. الغيرة أساسها في البداية طفولة، بغار من أخوه أو بغار منه، وتربية وتنشئة الأب والأم. كتير مهم تنشئة الأب والأم بعدم تمييز بين أخ وأخ، بين أخت وأخت. فإذا ما كانش في أو نشأت وهن صغار نشأوا على الغيرة، هذا بيساعد كتير التنين يكونوا، فأقول زي ما بقول التنشئة ثم عدم الثقة. إذا أنا مش واثقة فمؤكد أن راح أغار كتير. نفس الشيء الرجل إذا لا بسبب سلوكات معينة من الرجل بنعاود برضه بنجيب الزوج وبنقول له السلوكات هاي تسبب غيرة، مدام أنت تهتم بزوجتك ومشاعرها وأحاسيسها فما في ضرورة تكرر، أو تعالوا نتأقلم نتكيف معا نتفهم بعضينا نحب بعضينا نفضل أولا بعضينا طرف الآخر عن حالي. إذا بديت أفكر بطرف الآخر قبل ما أفكر في حالي يبقى هنا ينجح الزواج. أنا إيش اللي عم بعمله؟ أوكي أنا زعلانة من أيهم بس برضو ما عنده ذنب. المفروض الوحدة فينا ما تخلي إحساسها بالغيرة يعميها. أنا كان لازم أتصرف بهدوء أكتر من هيك عشان أقدر أحافظ على زوجي. شكله أنا كمان أخطأت. أي زوجة بتحب زوجها بتغار عليه، ولو هيفا انفعلت شوي كان لازم أقدر شعورها. الغيرة بالحياة الزوجية زي الشطة بالأكل، بتخلي طعمه زاكي بس بشرط بس يكون معقول.